الشفرة هنا وقيل على رجل. شاب شاب من طوى أنا جاي أنا جاي. أنا حاجة اللي ما فهمتهاش، على كل يوم الداينة وجايبنا عند هذه رمانة؟ ما باش تبيع لك الفيرما تموت؟ يا جماعة خاطر الإنسان يندم على الحاجة اللي بداها وما كملهاش، يندم عليها طول حياته. الطبلاه ما قتلتهاش هكا بقى تدي السكنه تاعك بالقوه. حسبها سهله يا سي سي المنطوع. انا بقبل لي هذيك السكنه راهي بالوثائق تاعها، والطفله راك تحكي عليها انت هي الوارثه الوحيده. تسمع على حسابك كون قتلها الشريف هو شي يدير بيعها في المزاد العلاني، وشكون يشريها؟ اصحاب الدراهم اصحاب المال واصحاب الشكاره. انا ما قتلهمش. والسكنه لحم بابك فاش عجبتك يا سي المعفن؟ كل حاجه بوقتها. صراحتك تقليها غير برصاص، قطعها برا تبرا بيه فيه. انتوما تعرفوا غير لغه الرصاص؟ اه الرصاص والموت ما تعرفوا شويه صغاريت. اش تسمعني يا شرق قاصد هو بالسيف نتزوج بيه بالسيف، وانا من عائله شريفه، وراه يقول بلي هاد السيمانه نجي نكمل عليك بدل سياسته ولعبها لي خطاب على جال الفيرما. واني سارو مانا انت هكي قابله به؟ هذاك اللي قبلوا به الناس يقعد عير هو ما نتزوجش به. شوفي شوفي مهليني فرصه انا نتكلم معاه. راني عيف في وجهك انت غادي نعطي فرصه ولا صافي حسابي معاه. تفضل جماعة. الكلمة الأولى اللي نقولها الله يعظم الأجر والله يصبركم. وفي الحقيقة ما كناش نتوقعوا هذه المصيبة هذه. خلاونا الخيمة وبريغ لأخويا الخميس الجاي كان عنده العرس، كنت داير له مفاجأة دبرت لها ديسك جوكي والمجرم راه باين ومعروف. انه زال خويا ما تقلقش. يا جماعه ما تنسوش بلي الصلح راه بيناتنا وصلح قديم، و
والتحقيق راه وارد، ولا بد يجبان المجرم هذا اللي دار هذه العمليه هذه. وبهذه ما نعرف شكون هو المجرم. المجرم من عندكم؟ هذه النجمه اللي كانت عند الميت، هذه كانت في يد خويا بريغلا. قول لي، والمريض ريح شويه، راه في حاله اللطف وراه غير متكسل. جماعه بريغلا الله يرحمه مسكين، ما دبش الراه. جماعة هذا اليوم سعيد مبارك، راني فرحان، نهار تاع خطبة، ما تحشمونيش، راني تاكل عليكم يا جماعة، راني تاكل عليكم. يا المنطور نوصيك حاجة، ما تقوليش من بعد ما قلت لك، الشمة وتاع ضل دفل خطينا منها قلعها، وانت تاع تلقي لي نفك محيها من راسك. عاونوني يا جماعة، عاونوني، باغي نتزوج. وزيد بالزيادة السلاح نحطوه. هذه انا عمري في حياتي ما حطيت سلاحي. تسمع على حسابك اسين منطوى ما نتزوج. غبنتني يا صاحبي، غبنتني. اسير زهر، الدنيا ما كاش امان، على بالك. برك انا من فهمه، برك تبعوا. اقفزوا يا جماعه، خيمة مولاة الدار. مالي الدعوة يا خوي؟ هالعقها خير ان شاء الله، خير والخمير ان شاء الله. هاودي ها قدام روحها، ها قدام العريس المازوزي تاعنا. العريس وين تتزوج؟ على جاله، رانا جايين باه نخطبوك بالمازوزي ولدنا. ألف مرة راني نقول اللي ما عنده لا دار ولا دوار ما نتزوجش بيه. رمانة كيف هذا لا دوار؟ والدار هذه ما كفاتكش؟ موسعها دار، مكبرها دار، ولا البحيرة والأشجار، وتقولي لي ولا الدوار اللي تحكي عليه ما كاش مشكلة. راني هنا نعرضوا كاع الدوار والخير مدفق. واللي بغي يتزوج اسكا عاد نسابه؟ حاودي في الحقيقة ما تقلقيش رمانة، راني دافع واحد الملف راني حاطه تاع أضيال باش يعطوني سكنة، واني شايف واحد يعرف قالوا على شي شهور يعطوني. وين راك باغي تديني السابعة ولا الثامنة ولا العاشرة؟ هذه أنا والله ما عندي سارة يا جماعة، والله ما عندي سارة، أنا ما فهمت والو، والعين تابعتني حاسيني وباغضيني بالعمي. واش مكتوب؟ مكتوبة رمانة، ولا شو قلت يا سي مطوى؟ كلامك يدوى وعندك الحق. رمانة بنتي راك داية راجل ونص وما تندميش. أنا بروحي ما نندمش. دخلوا دخلوا، راني جاية. بارك الله فيك، بارك الله فيك. جماعة راها قابلة. أنا عرفت. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. يا تسمى داك راكم في داري وفي رزق. الله الله يا جماعة، الصباح من دخل حسيت دخلة تاعك. وقتري أنتم عاونتوني شنو نقول لكم؟ نوجونا وجا الربح. ما نسهلكمش إن شاء الله. بكم بلي عروس حشمت ودخل دينا القهوة بالقار. حشم أي صار بيقول لي شوال؟ والله ما منتهي تشارك شم. أنا نقول نبسس هو بذات. يا جماعة خلونا نبسس، فكروا لي في الصال دي فات. بحرت لك ما تحشمش على عسلك أنت، وك ألف مرة وأنا نقول لك ما تجيش هنا، نوض تشوفنا نوض. خطاب يجير الطاب يا رجال، يا يقول لك باللي احنا رجال.
نعم حضرات. جانا قرار من المحكمة باش نقبضوا عليك. أي تهمة؟ في المكتب تعرف التهمة تاعك. جردوهم سلاحو. أنا خاطيني يا شيخ، ما درت حاجة في بالك. جاو حوسوا عليك في المكتب، قالوا لي شريف تاعك وين راه؟ قلت لهم راه في دارهم تكسر القهوة. ما درت حاجة في راسك. واخا راك عارفني بلي ما نبغيش عليك بزاف. سكت ناتاسي. يلا. حملوه. كلشي جات حاجة عيب. هو فتت له ذاك الرباعية تاعو هو كمل على السكرة وبعدها هو اللي جات. احترمتي حضرات. محكمة واجدة؟ واجدة حضرات. حضروا السجين. خرجوا لنا السجين. الجلسة الكلمة الأولى وكيل الدولة تفضل. سيد الرئيس الكتيلة ماهيش حاجة سهلة، هذا راه داير ديقة من الكبار، كتلقى الدوار ويقول أنا ما درت والو. وزيد بزيادة حاكمين النجمة عند الهندي، هذا راه يمثل القانون ويمثل الدولة، وحاكمين النجمة عند الهندي. أون بليس دو سا زاد عفس على القانون، زاد ذكرى جاه. شريف ما دار والو يحصلوا فيه. كيفاش ما دار والو؟ اش من تعمل؟ انت يا سكتي ابقي في مكانك. تما حنا ظالمين النجمه نتاع اللي كانت في يد الهندي، انت عمل انت عاه ولا انت عيانا؟ سكت. رانا في المحكمه ولا في الشارع؟ سيد الرئيس نجم نقول كلمه؟ اقلع لي هذا المضل باش نعرفوك. غادي نقدم نفسي كابوران حنطوين. سيد الرئيس راني جاي نشهد مع صاحبي، باه نقولك ما كلاش رشوه كلا، باه نقولك ما خدمش طرباندو خدم، باه نقولك ما حقرش حقر. غير ربي سبحانه اللي ما يغلطش. احسن الخطاؤون هما توابون. باه نقولك قتل هذه الله اعلم. وين راك زايد هكذا؟ وين راك غادي؟ هاسمح لي يا شي هاسمح لي. وانت عندك ما تقول؟ انا بريء وهذه غير تهمة حصلوها فيا. كيفاش انت بريء؟ دير ديكا قد سخاط وحرق على خيام وكاتل وتقول انا بريء. تسمى نجم انت عمل نتاعك ولا نتاعي؟ تبري هذه خطيه هذا يحصلوا فيه. شريف ما دار والو يتهموه. انت يا سكتي ابقي في مكانك. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالإعدام شنقا. يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل ولا مش خايف. تحيا سيدي الرئيس. يحيى العدل.
المحاضرة جيت نطلبك بجانبي تطلق من ذاك المحبوس. صاي بديت تتفهم عليا، قلت لك قرار المحكمة صدر ولا رجعة فيه. بزاف عليه، كنت درتو غير 30 عام ولا 40 عام، أو درتو له حبل المشنقة. قلنا قرار المحكمة لا رجعة فيه. والبيرو شكون يقلب هضرو خلو سايبها؟ إيه فكرتني. من اليوم راك شيري. هادوك شكون؟ هادوك اللي زان يعاودو ولو هادو شو بغاو هنا ثاني؟ لقاو لقاو ما صبحت تعوق علينا كذيب هنا، شراكم باغين؟ جينا نشوفو الشاف الكبير. تا حاجيتك باش تشوف الشاف الكبير؟ عندنا قضيه مهمه وخطيره باغي نقولوها له. باش تشوفو الشاف الكبير لقاكم دوموند، وهذا الدوموند سنيهكم انا باش تدخلوا عنده. قلنا لك شوف لنا الشاف الكبير، شوف لنا الشاف الكبير بالكانة متكعرير. سقم روحك صح، ما تسقمش روحك، هات الطريق اللي جاتك تردك. لقاو الشاف الكبير، هاو الشاف الكبير، هاو اش كنتو تقول؟ الشاف الكبير هاو اش كنت علينا؟ صباح الخير حضرة. هاد الحس راكم دايرين هنا عند الكازينو اش كاين؟ حالك تشوف هما صبحوا يسكوا هنا قالوا باين تشوفوا هذا الشاف. عندنا قضيه مهمه وخطيره باغي نقولوها لك. تفضلوا. هذه القضيه ماشي تاع شارع، هذه القضيه تاع مكتب. انت حاجتك راك تهضر في المكتب، هضرها شفافيه. نعم رانا هنا باش نسمعوكم. هذه الهضره ماشي تاع شارع. ريحنا تاع ريح صح هضره. تفضلوا تبعوني. عقل فيها مول القردونه. انا سمعت خبر، قالوا لي وحدين جاوا يخطبوك وانا ثاني بغيت نخطبك. حقك انت ليه انا ما عمرتلكش عينيك؟ علاش قال لكم حاطيني في الجرنال؟ ما راكي محطوطه لا في الجرنال لا في الحقيقه. بغيتي صحه وصلاح، ما بغيتيش روح نشور. تعرف تعوم؟ ليه علاه؟ روح منا.
شاف. أنا جبته. الحمد لله. أنا سلكنا هذا. لا بالكم سلكنا بشعرة وزدنا ساعة في الحبس بسبب هذا الخبيث. كشفوا كاع الأمور تاعو. هذا غير أنت الزعر. الزعر بالذات والصفات. الزعر اللي كنت مسلط عليه القوانين والممنوعات. ممنوع تبيع المخدرات، ممنوع تبيع الأراضي وتقسمها. تسكاني باش ندير خير في الناس. ممنوع نبيع الصغار ونبيع لهم الكلاوي. ممنوع طرباندو، ممنوع نشري، ممنوع نبيع. حقت عليا غير انا. وزيد بالزياده يا جماعه، زاد طور في الممنوعات تاوعه. واش تدار لي؟ ما خلانيش حتى نتزوج وتخلي في المستقبل والمصير نتاعي بسبب هذا الخبيث. ومن تم نبدو قرار. ما تحركوش، كونوا كيما راكم. طلعوا يديكم. ايش لعك انت؟ فهم عينك، زيد في وقتك. ما على بالكش باللي هذا هو المارشال الجديد نتاع الدوار؟ واش هما الاخبار؟ ساعه طويله. الأخبار راهي مخلطة في الدوار، راهي تغلي وراهم يحوسوا عليه. بصح تبان لي حاجة اللي مخوفتك. لي زانديا جاو عندنا الكازيرنا وجاو يحوسوا على الجنرال. غدوة نقضوا كاع على الدوار تاع لي زانديا، بالكبير بالصغير بالشيوخ بالكبار وبالصغار. ندوا معنا هذا وعليه هرب من الحبس. اللي جانا كان عنده الصح، بصح رئيس العصابة مطول ولا مكسر. قاد بينو قاد بينو طريقو كسيرة.
عطينيش يا رمانة خرجة. كنت باغي نبريها من الكبير، كنت باغي نخلط دراهمي مع هاد العرب نتاعك، ما تعرفيش قيمتها. كانت غادية هنايا تفوت طريق كبيرة تاع الشرق مع الغرب، كنا غادي نتحكموا في اللي طالع في اللي موت. رمانة ما عرفتيش هاد القيمة. بعض المرات نندم نبكي على اللي كتبت بوك وموك. تاع اليوم علاش المال ما كتبت بوك وموك؟ علي الدبال اللي ما كتبتكش وانت صغيرة رحمتك، درتي عليا وخدعتيني وما بغيتي تزوجي بيا، خسرتي لي العمل تاعي. كنت باغي نبني عمل كبير في عالم تاع المال ويعطي قيمة للمال وما يلعبش الرجال. وين راكي يا رمانة؟ عندك مدة وانت تقع في هذا النهار. قيس البندقية وقابلني. هاد المجرم هذا الحق رهبان، والمجرمين والخلاطة والروانة كما هادو راه منهم وعليه في المجتمع تاعنا. خملوه بردوا بيك العظمى، بردوا بيك العظمى وقدموا. خملوه حكمتوا به يا دودي. اسف يا سي الشريف، رجعنا لك النجمة. تفضل ولي وظيفتك نبيلة، ولي شريف يبقى دائما شريف. يمين دور يتم اليوم تنفيذ قرار المحكمة على المجرمين الخطيرين المدعوين لزعر ودلبطر وحنطويلة وذلك رميا بالرصاص. آخر كلمة تقولها؟ عندي كلمة بنقولها حضارة. تفضل. وانت
وضعيه الرمي. تعال اخرس.